السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقكم يا شباب، سعادة تكونوا بأتم الصحة والعافية. ولم جاب لكم أقوى 10 مهارات أو تقنيات في ناروتو لأن أغلبية طلبوه مني، فقلت ليش ما سويه يعني. ويكون بالكم يا شباب أن ترتيب احتمال بسيط جدا أنه يتغير في المستقبل، فلو أنت قاعد تشوف الفيديو هذا بعد نزوله بشهور فاحتمال يكون فيه تقنيات جديدة تطلع وترتيب يتغير. من الحين يا شباب نبهتكم أن أكثر من نص المقطع فيه حرق، لكن عن نفسي أشوف أنه فيه حرق بسيط يعني، مش حرق الأحداث وشو بيصير وكذا. واعذرونا يا شباب اذا بعض الصور جودتها خايسه لان ما لقيت غيرها. المهم يلا نبدا. وبترتيب العاشر عندنا الايزانامي اللي استخدمه تاتشي على كابوتو. كلنا نعرف انها تقنيه قويه جدا لدرجه انها لازم تضحي بعينك عشان تنفذها. البعض ممكن يقول ان كابوتو قدر يطلع منها، لكن انا اقول لك ان شفت المده اللي اخذها كابوتو عشان يطلع من التقنيه، بهذا الوقت كان تاتشي يقدر يقتلها ويخلص عليه في ثواني. وبترتيب التاسع عندنا التقنيه اللي ممكن تدمر اكثر من قريه مره واحده، وهي القنبله الجيوبي النهائيه. طبعا كلنا شفنا قنبلة كرة ما وحدها شو ممكن تسوي، ما بالكم قنبلة الجيوبي أبو عشر ذيول. وبالترتيب الثامن عندنا كاكاشي كومبليت كاموي اللي هي تقنية كاكاشي اللي بيظهرها لاحقا بالأنمي، واضمن لكم انه بيكون شيء خرافي. وبالترتيب السابع عندنا تقنية البوابات الثمانية جاي اللين. انا متأكد ان كلنا شفنا شو هذه التقنية سوت من مدرة. وبالترتيب السادس عندنا رمح اندرا. هذه التقنية تعتبر اقوى رمح ممكن اي شسانة تسويه، حتى انها اقوى من رمح ساسكي. وبالترتيب الخامس عندنا تقنيه 6 باث تشيباكو تنسي. بالترتيب الرابع عندنا سيج ارت يين اند يانغ دو راسن شوريكن داما. ادري ان الاسم طويل، لكن هذا النوع من راسنجن يعتبر اقوى راسنجن ناروتو الى الان. وبالترتيب الثالث عندنا التقنيه الطويله هذه اسمها امينو ميناكا، ما ادري اذا قلت اسمها صح، لكن التقنيه هذه ما زالت مجهوله بالنسبه لي، لكن اتمنى انه يكون شيء خرافي خصوصا ان كاغويا موجوده. وبالترتيب الثاني عندنا التقنيه المعروفه وهي التسكيومي النهائيه اللي فعلها مدارا. والحين وصلنا للترتيب الاول. اكيد كلكم مستغربين شو هي التقنيه اللي اقوى من التسكيومي النهائيه. التقنيه اسمها اكسبانسيف تروث سيكينج بول. الى الان ترجمتها العربيه مش متوفره، لكن اللي نعرف عنها انها تستخدم جميع الاساليب اللي هم النار والارض والرياح والماء والبرق وطاقة الين واليانغ. بالحلقات الجاية ان شاء الله بتظهر لنا هذه التقنية اكثر. والحين صنعت الفيديو، ادري ان كان في تقنيات كثيرة براسكم لكن ما طلعت موجودة بالفيديو، لكن هذا الواقع. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة الثانية، واكتبوا اراءكم تحت بالتعليقات بدون حرق بس النقاش يعني. والسلام عليكم. وبالترتيب الثالث عندنا انمي ديث نوت او مذكرة الموت. العمر المناسب لهذا الانمي هي 17 وفوق، وتم انتاجه في عام 2006، وتصنيفه غموض شرطة نفساني خارق إثارة، وهذه قصة الانمي.